مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم هنا والاصدقاء. طبعا انا مش هنا، عشان مثلا الواحد يبقى شايف يقول لك ده انا. لا والله مش هنا، دي هنا. تمام، ازيك يا هنا؟ كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار المانجا؟ اخبارك ايه؟ كويس. كله تمام. طبعا دي الحلقه الاولى بتاعه النجمه بتاعتي هنا، هنا والاصدقاء. اويا يعني في اويا سلاء، صح ولا ايه؟ ولا مش ايه؟ اوفر شويه. انت بتقول الاستاذ بتاعك اوفر؟ معلش يعني انا اديتك فرصه ومطلعك في برنامج وعامل لك برنامج وبتقولي بكل بساطه الاستاذ بتاعك اوفر؟ ليه الكلام ده؟ كتير شويه. طيب احنا معانا ضيوف من النهارده ان شاء الله باذن الله. نرسين صاحبتي بحبها جدا، تطلع معانا النهارده. طب يعني انت بتحبيها وانا ما بحبهاش؟ انا كمان بحبها برضه على فكره. ماشي اوكي يا نورسين، انا كمان بحبك. ايه المشكله؟ بتحبي مين كمان؟ بحب اصحابي كلهم. بسرعه بقى كده قولهم لي كده بسرعه، يعني قدامك اقل من القليل. ماشي، بحب نورسين وليلي بص لكاميرتك ونورين وهانا ولمار. ايه ده، انت ليكي هانا تاني غير يعني انت بتقولي لنفسك يا هانا؟ فهانا لا، عندي هانا محمد. انت بقى اللي بترد على نفسك ولا هي اللي بترد؟ لا هي، انا برد عليها. مين هانا فيكوا دلوقتي؟ لا هي، مش انت. طيب كمان عايزين نقول ان في ناس طبعا متابعه ومركزه جدا ما شاء الله، الله اكبر. قول يا ساتر يا رب، قول يا ساتر يا رب. برنامج بالحب مع بركات ورحيق، اللي هو من ساعه ما جينا كل الناس عماله بيقول لك فين رحيق، فين ايه رحيق، اهو فين رحيق. فاحنا عايزين نقول ان شاء الله ان بكره هيبقى في حلقه الساعه بالظبط في التوقيت ده. طبعا انا ما قلتش الوقت ايه عشان هم يقعدوا يتفرجوا على كل البرامج لحد ما يستنونا، وعشان ما نصعبش عليكم الامور، من 3 ل 5 استنونا في الحته دي، او من 3 ل 6 يعني عشان احنا ناس يتيمه. كويس، وان شاء الله يبقى في حلقه بكره مهمه جدا، والموسم بتاعنا هيبدا خلال برضو وقت مش هقول ايه، لازم نشوقهم صح. طيب تعالوا نطلع فاصل عشان ما نطولش، ونرحب بمين؟ نورسين. ونرجع ونقول هنا والاصدقاء. اطلع فاصل يا معلم. هنا والاصدقاء. سي دي با با بيقول له اديني مصروف. سي دي با با خلصت كل فلوس. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس، ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصا للأطفال، الموديل. دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال موديلز أطفال مدربين على أعلى مستوى، ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال والفنون تقدم. عايزة ايه النهاردة؟ مرح من غير تكليف. لا لسه في كوسين. وقفيني بقى، وقفيني. مهما كان الصبر. ايديكم على بعض يا جماعة. برافو يا بسملة، برافو. ده انت اخوات صح؟ كده معروف شويه على انا بحييك لان انت اخترت الاصعب، فكره ان انت تتعامل مع الاطفال دي. طب We'll be right back.
المدرسه الساعه 8 الصبح. ده تهديد بقى. مش راجل وتحرك. تسألها في الدين يعني. لا والطريقه مبسطه واغاني جميله وكمان انا شايفه ان انت بتخليهم يعملوا تعبيرات بوشهم وبايديهم ويتحركوا ويعملوا حركات جميله مع الاغنيه. هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء. احنا على الهواء؟ احنا على الهواء؟ طيب معلش بس احنا كنا بنقول موضوع كبير جدا و... طب تفتكروا سمع حاجه ولا احنا ولا لا خالص؟ لا والله العظيم لا ده انا قمر الله اكبر. طيب نبدا نرحب بالضيفه النجمه الكبيره اللي انا بحبها الشاطره نورسين. انت اتخضتي؟ والله العظيم. ازيك يا نورسين؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. اكلتي قبل ما تيجي؟ ما كانتش حاجه اصلا. طب اخبار الارنب ايه؟ خلاص انت قلت لي ما تتكلمش على الموضوع ده. اسف سوري. اسف. اسف سوري انا اسف. ايوه انت ده برنامج تاني تتكلم فيه؟ ايوه عايزه ايه يعني؟ هو اتكلم ده المفروض انا اتكلم فيه. ماشي ما انا اديتك فرصه بقى واديتك فرصه عملت لك برنامج وباسمك ولا بلا بلا. ماشي ماشي عملت برنامج وقطعت تتكلمي زي كان ايه؟ طب يعني قصدك ايه مش فاهم؟ قصدي انا اتكلم معاك. انتوا هتتكلموا مع بعض؟ ايوه. وانا اعمل ايه بقى؟ انت هتتفرج علينا واسكت يعني؟ ده اتفاق جماعي. احنا اتفقنا قبل ما ندخل اصلا. بس انا الاستاذ بتاعكم في ايه يا جماعه؟ طب ما احنا انا الضيفه. انت الضيفه؟ طب ما انا بتكلم معاك يا ضيفه. طب ما انا صاحبه البرنامج المفروض انا اللي اتكلم معاك. انت كام سنه عشان تتكلمي معايا بالاسلوب ده؟ سته. وانت كام سنه؟ سبعه. ده هزلت على اخر الزمن. قصدي 8. تمام يعني السنه هي دي اللي هتغير وجهه نظري فيكم. طب اعمل ايه بقى يعني اخر الزمن؟ التلاميذ بتقول للاستاذ بتاعهم نجم مصر بركه مصر بركات كويلة المخرج العالمي. اتفضلي. اسكت يعني؟ ماشي اتفضلي. نسأل الاسئله اللي انا عايزاها. اتفضلي اسالي الاسئله اللي انت عايزها. ازيك يا نورسين؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ سته. ما لسه قايله سته. طب ما انتوا اصحاب وعارفين بعض. ماشي عايزه اتعرف عليها اكتر. اسف سوري. طب ما هي صاحبه البرنامج. انا اسف يا ستي اسف. اقوم اروح عشان تبسطوا. جهزي لي يا ماما المكرونه وانا جاي. اتفضلي اسالي الاسئله. قال يعني انت لما تقولي الاسئله بقى دخلت ترند. انت بقيت ترند. لا يا صاحبي ده البرنامج. اسف انا حاسس ان كل مداخلاتي غلط اصلا. اتفضل. ما تعيطي. عشان شكلك مش انت كده هتبقي ترند. شكلك مش انت كده. مش انتوا الاثنين اتفقتوا بقى قلت دي صاحبه البرنامج وانت ترند يعني؟ ماشي ماشي خش على الترند. بس عيال عشان الترند داخل. اتفضل خش. مش انتوا كده بقى اتلمتوا وبقيتوا اصحاب؟ طب ينفع حضرتك ما تقاطعنيش؟ خلاص هسكت. هو انا مقهور؟ انا مش مقهور. مش مقهور. طب ما تقاطعنيش من فوق. ماشي انا 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 مش بغلي دلوقتي عشان انتوا كسفتوني على الهوا. انا ما انا انا كويس. هو انا مش كويس؟ انا كويس. اتفضل. ماشي طب خلاص اوكي. غير اللي انا زملكاوي. زملكاوي؟ ايه؟ زملكاوي؟ مين اللي قال كده؟ ايه ده مش هتلاقي زملكاوي؟ والله طلعت مني؟ ايوه ولا اهلاوي؟ ايه؟ الزمالكاوي ولا الاهلاوي؟ انا لا اتحدث في هذه الامور السياسيه. لا الزمالكاوي ولا الاهلاوي بقى؟ لا انا ما اعرفش. انا قلت كده والله. ايوه انت زمالكاوي ابدا عنك مش اهلاويه. وانت مشترك في نادي الزمالك. لا 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 هو انا قلت انا قلت انا قلت الزمالك؟ اه انتوا الاثنين برضه. انت بس لا انت قلت الزمالك. ايوه انت قايل الزمالك. سوري بس اسف اسف. خلونا نخرج من الموضوع الصعب ده وكملوا مع بعض. انا انا لما بتكلم اصلا ساعات بقول حاجات انا مش فاهمها اصلا. طب ينفع ما تعيطي عشان ما تضحكني؟ حتى عيطي بيضحكوا. الله يخرب بيوتكم. اسمك الكامل ايه يا نورسين؟ هتطلع لها بطاقه ولا ايه؟ نورسين ياسر. خلاص خش على الترند بقى. خلاص هي اللي تسحب. اسف يا نورسين. اللي تسحب. انا اسف. اسمك الكامل ايه؟ ايه؟ سامعينك على فكره بتقول ايه؟ لا خلاص سامعين كل انا هلعب هنا. انا قمر هلعب في الحته دي. خلاص انا في الحته دي. انت بتلعب على البيانو ليه؟ هو انا انتوا مش عايزين تخش ترند وانت دي صاحبه البرنامج ودي الدفا. اتفضلوا يلا خشوا الترند. طب بس اهو كده. اسمك الكامل ايه يا نورسين؟ نورسين ايه طيب؟ نورسين ياسر امين. ماشي اوكي. بتحبي ايه؟ يعني لونك مثلا المفضل او اكلك المفضل؟ طب اكلك المفضل؟
ماكدونالدز. ماشي اوكي. ايه اللعبه اللي انت بتحبيها؟ كل الالعاب. طبعا انا قاعد زي القفص. انا حتى مش مطلعني في الكاد اصلا. طب خدني معاهم وما بيقولوا الكلام ده، انا حتى مش طالع في الكاد. انت عجبتني على فكره كده عشان سكت. اه اوكي ماشي. تحبي اغنيه ايه؟ اي اغنيه؟ اغنيه انجليش ولا عربي؟ اي واحده. اي واحده مثلا تبقى بقى ولا خلاص مش هتكلم؟ اسكت اسكت اسكت. انجليش ولا عربي يا نرسي؟ عربي. ماشي اوكي. بتحبي حاجات كتيره جدا يعني؟ مش قوي. ماشي اوكي. طفله طبيعي ان هي مش هدى. انت بقى تحب حاجات اسكت اقفل بقى خالص. لا قلت له الاستاذ بتاعك اقفل بقى خالص من فضلك. والله العظيم اخصم من رواتبكم في المكتب. استنى والله العظيم ثلاثة. انت بتعمل كده؟ ادعي دعوة دعوة. اسكت من فضلك يا ماما تتكلمش عشان ما اضحك ولا ايه؟ ماشي. بتحب السبانخ؟ السبانخ؟ انت وصلت الترند؟ وصل للسبانخ الترند؟ وصلته الترند؟ انت البرنامج بتاعي من فضلك متتكلمش بقى. بتاع البرنامج بتاعك؟ والله سيبك. انا مش بركات اسمه هنا. طب انت متعصبه ليه؟ اصل البرنامج اسمه بركات، اسمه هنا والاصدقاء. دفعت لها يا اختي؟ اه برضه انتوا الاثنين مع بعض. اه طيب ان شاء الله وانت داخله كده تلاقي الترند واقع. طب انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ سمعت على فكره. بصي دخلتك انت بتقول ايه؟ انت ما تضحكني كل شويه. بتحب السبانخ؟ طيب اصل هو اليتيم كده. طب خلاص اسكت. قولي لي اسكت يا عم بركات يا قمر. انت انا مش بقول يا عم بركات، انا بقول لك حاجه. اقول لك حاجه. ايه الاهانه دي؟ هنعاقبك بالسبانخ وعصير الطماطم. لو اتكلمت انا هتكلم بدل هنعاقبك. طب ينفع ما اتكلمش وتلغوا الفكره دي؟ لا ماشي. ما انا مش هتكلم. ماشي لو ما اتكلمتش. ماشي انا تاني هنعمل لك هركوب. ماشي هنعمل لك سبانخ. شكرا. اه ماشي. وعصير جزر كمان. طماطم. عصير جزر عليه طماطم عليه سبانخ عليه قرفه. قرفه؟ اه. عليه جنزبيل. يا سلام. وعليه بسكويك. طيب وكمون. عشان احس ان انتوا هتتطوروا. وعليه كمون. شكرا شكرا. طب اعمل غسيل معده. ايه؟ هناخد حته من شعرها ونحطها. اعمل غسيل معده. لا خلاص اتفضلوا. انتوا مش داخلين. هقول لك حاجه، مع كل العك العصير ده هناخد حته من شعرك ونحطها في العصير واشربها. انتوا متاكدين ان ده برنامج؟ انا حاسس ان دي خناقه يعني. لا فعلا خناقه برنامج. خناقه برنامج ده انت دارسه. ده فاهمه بقى خناقه برنامج وبتاع. ماشي اتفضل. ماشي. مش احنا كنا قلنا ان احنا مرتبين الكلام ده؟ كان اقول لك هم مرتبين. تقول ايه؟ انا بقول لك ايه؟ احنا رتبنا كلام مع بعض؟ ايه ده؟ طب انا سامعك على فكره. اهو اسكت. على فكره كل وسمع ما بتقومي وسمع قلبك بيقول ايه؟ وسمع 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 لما بتقومي انا مش معنى اللي انا هقول لك ده يبقى انا خايف منك. من لا والله انت لما بتقومي بتطلعي بره الكادر. والله ما خايف. انا مش خايف منك. طيب تعملي من حاجه بس انا بقول لك الحقيقه. طب من فضلك ينفع؟ طب اسكت. طب انت لما بتقولي الكلام ده بتوجه لنا ان انت خايف. لا انا مش عشان انا متعصبه دلوقتي منك. حاضر. طب لو خايف بقى من فضلك ينفع؟ اسكت يعني تعصبه مني. اسكت. انا فعلا متعصبه منك. ماشي يا استاذ. انا بقول الحقيقه مش بكذب يعني. ماشي خلاص ست انا ساكت. متعصبه منك. شوف الكلمه سمعتها على فكره. انا نسيت اجيب زبادي وانا جاي. بس هنعمل لك بس هنعمل لك السبانخ. خلاص خلاص. وهناخد الساعه منك وكل في حاجه. في ضيفه تقول للمخرج بتاعها والاستاذ بس بس بتبعد عليا. اسف. مش عارفه دلوقتي متعصبه. ليه متعصبه يا فندم؟ متعصبه منك. ليه؟ وش احمر حرام عليك. طب ارض محايده. لا مش ما فيش ارض. ارض محايده. لا اتفضل اتفضل خليها. طب ارض محايده انت؟ لا لا ارض محايده يا بركات. ايه ده بقى؟ ولا تذللي. ماشي اوكي اسكت عشان عشان ممكن تكملوا الترند. اتفضلوا. هنعمل لك ميك اب بعد البرنامج. اتفضلوا الترند يا جماعه. هنعمل لك ميك اب بعد البرنامج. اتفضلوا اعملوا ترند يعني. ماشي يعني بتنسى الاسئله. ايه؟
بقول ادخلوا بقى انتوا. طب بس والله طلعت من الكاتب. لا خلاص يا نرسين خليك يا نرسين خليك انت بقى اتكلم معاها شويه عشان ما نتخانقش معاك. لا لا انا هسكت. لا اتكلم معاها شويه اتكلم معاها شويه. سيبيه ما يتكلمش انت تتكلمي عشان انا متعصبه. لا سيبيه خليه يتكلم معاكي شويه. انا متعصبه منه. طيب خلي بالكوا عشان بس ما حدش يقوم عشان المايكات ما تقعش لا قدر الله ويقول لك ايه هات ريموت بدال ولا حاجه. انا هسكت بقى خلاص. مش تبكلم يا مسهل الحال يا رب. اتكلمي انت يا هنا عشان انا متعصبه مني. اتكلمي عشان انا متعصبه مني. ايه ده بجد؟ المايك هيقع وقت. تتريق عليها؟ لا لا مش بتريق. اتفضلي يلا اتفضلي. امال ايه اللي انت هي متعصبه مني. طيب ثانيه ما تتكلمي متعصبه منك. سيبيه هي بتقول لك سيبيه عادي ده يا تيم. ماشي خلاص بقى من فضلك انت. ده زملكاوي احنا اهلاويه. سيبيه ده زملكاوي. ايه ده ايه ده؟ احنا اهلاويه ده زملكاوي. هتقلب اهلاوي. اهلاوي اهلاوي انت زملكاوي. والله العظيم والله العظيم انا معاك بس والله العظيم معايا. ما تفضلك ما تعيطش زي بيبي. خلاص بقى اتكلموا انتوا بقى. انا بقى الا الزمالك الا الزمالك يا محمد. انت بتعيط بجد. هو محمد ده في كل حته. تاني تاني تاني. بص بس هو محمد ده في كل حته. ما صعبش عليك. هو محمد ده في كل حته. ما صعبتش عشان انت زملكاوي احنا اهلاوي. ليه اللي حبي ليه القهرة دي ده انت بتنتهي. الزمالكاوي الزمالكاوي كسب مرة واحدة بس. ماشي شكرا. ايوه الزمالكاوي كسب مرة واحدة بس. لعيب الله خلاص بسم الله ما شاء الله. خلاص يا ميرسي. احنا ليه ندخل في الاهلي والزمالك بقى اللي ماشي انت اهلا زمالكاوي. يعني انا زمالكاوي يعني اهلاوي يا خلاص خلاص يا ميرسي اهدي اهدي اهدي. ماشي يا ميرسي. بتحبي ايه؟ اسأليني انت يعني ايه الحاجات اللي انت بتحبيها؟ طبعا كلب قاعد جنبكم بيعيط محدش حاسس بيه طبعا. لا ما تشتمش نفسك من فضلك. طبعا ماشي براحتك. اكتر حاجه بحبها في الحيوانات الاليفه الكلاب. اهو ما انا لسه بقول كلب يا جماعه ما انتوا يعني انا بقول انا ما اقولش كلب هم يقولوا كلاب. اتفضل. احنا بنحب بتربي كلاب؟ انا عايزه اربي كلاب اصلا من زمان. انا طيب. ربيت اصلا وكلهم ماشي وانا عايزه كلاب. ماشي خلاص اتكلموا بقى. انا اسف. انت عينيكي لونها ايه يا نرسين؟ هو انت رايحه تتجوزيها؟ من فضلك. طب ليه حق اعلق ولا لا؟ بصراحه ليه حق اعلق ولا لا؟ اوه شت قلبي. جت في قلبي دي. اتبط لك ما تحسسنيش ان انت والله ده جت في قلبي دي. اصل شفت الكاسفه؟ كاسفه يعني كاسفه والله ما سمعتها بصراحه يعني. طب اتفضلي. مش عارفه والله يعني دلوقتي هتسالك هتقول لك مقاس رجلي جاز. اكيد اكيد لا. طب اتكلم معاها شويه. خليك اتكلم معايا. دلوقتي احتجت بركات كل نجم العالم. انا مش محتاجاها هي اللي محتاجاها. طب خلاص اتكلمي لوحدي. اتكلم معايا. اتكلم معاها؟ يا اما عمالك سبانك. لا خلاص اتكلم. شوفوا بقى شوفوا بقى النجم بقى لما يتكلم. لا من فضلك ما تعملش كده. لونها عينيكي السؤال استني استني بتنسيني ليه؟ هو انت مرتبه كلام؟ اه. طب كويس اللي احنا بننسيكي. يلا مش انت بتقولي احنا جايين نتخانق في البرنامج؟ طب من فضلك ينفع عشان هعمل لك. مش بتقولي احنا بنتخانق في البرنامج؟ هعمل لك طبقين سبانخ. هعمل لك طبقين يا فندم. اسكت يا فندم. انت مش بتقولي احنا اللي احنا جايين نتخانق في البرنامج؟ طب ينفع من فضلك. الخناقه خلصت. البرنامج بتاع الخناقه خلص. بس برنامج الحرق الحمد لله احمد يا رب. بس هيجي تاني ممكن يعني. ليه يجي تاني ليه؟ مش ما طيب. ما صلى على النبي. صلى على النبي قولوا عليه الصلاه والسلام. انتوا دلوقتي كل واحد ليه شروط في القعده دي صح؟ اه. حلوه قوي. انت كان شرطك انت وهي اللي انا اسكت. اه. وسكت صح؟ اه. حلو. ما سكتش قوي يعني. ايه ما سكتش قوي؟ كنت بتنطط يعني ولا ايه؟ كنت بتتكلم شويه. لا ماشي. بتكلم مين في الهوا؟ بتكلم يعني بتكلم ضمة مثلا؟ بتكلم العفري؟ ده احراج ده. لا بص بقى. وانا في سن جواز. ده احراج. اقول لك حاجه بس.
انا بس احط شرطي، انتوا قلتوا شرطكم وانا اقول شرطي. لا صلوا على النبي. انتوا لما تقولوا لي اسكت اسكت ليه؟ ليه لا هسكت اسكت قولوا اسكت كده اسكت اتكلم اهو ماشي بقى. حلو شرطي بقى لازم اشرط. مفيش شرط هنا. ايه مفيش شرط هنا دي؟ قول قول مفيش شرط هنا. هنشوف الشرط ده مقبول ولا لا. هنشوف الشرط ده مقبول ولا لا. بس اتكلم. ممكن نرفضه او ممكن ما نرفضهوش. اشمعنى انا ما رفضتش البتاع بتاع؟ ماليش دعوه. انا صاحبه البرنامج والله، هنا والاصدقاء. طيب ماشي. انا كل طلبي بكل تعزز وتمني ما تجيبوش سيره الزمالك بس. لا. سهله. هنجيب. لا ليه انتوا عايزين تتكلموا على الاهلي؟ ماشي اتكلموا. خلاص اوكي مش هنجيب الزمالك بس بشرط تاني اعلى. ده ايه؟ احنا ربنا اللي انت تقفل الزمالكاويه. الزمالكاويه على طول بتخسر. الاهلاويه على طول بتكسب. انتوا اصلا ما كسبتوش غير مره واحده بس. هتتقلبوا الاهلاويين. اتقلب الاهلاوي. انا شرط ايه؟ الغلبان. ماشي اوكي. اللي انتوا ما تتكلموش. ماشي. تفتحوا الموضوع ليه؟ احنا عايزين نتكلم. انا جايلي برنامج. خلاص يا نورتي. طب ما تتكلموش على الزمالك. طيب ماشي ماشي خلاص. اتكلم معايا بقى من فضلك. توتا محتوتا ما نتكلمش على الزمالك. ماشي اتكلم بقى يعني من نقطه من اول. ماشي خلاص يا نورتي. اتكلم بقى معايا شويه بس عشان نتكلم على الزمالك. ماشي حاضر. طيب نورسين عايز اسالك سؤال، بما ان المدرس بتاعك اللي عماله تعملي له كده واسكت وفي ايه والجو ده، وعادي كمان يعني حتى مفيش اعتذار يعني. طيب. مفيش زرار. مفيش ايه؟ اعتذار. احسب مفيش زرار. قلت مين اللي جابه؟ لا انا بقى انا بوضح الكلمات. ماشي طيب. احنا نوضحها. انت فاكره اول حاجه احنا صورناها اللي كانت بتاعه ايه؟ طبعا انت فاكره يعني. انت فاكره؟ انا فاكره يا ابني. انت فكرني. طيب فاكره الفيديو بتاع اللي هو اللي كان بيذاع من شويه المودلز ده صح؟ ايه رايك بقى في اليوم؟ ورايك بس ده بجد بقى ما فيهوش هزار والله عشان دي سمعتش. طب اخش بقى معاك وخش معانا في الحوار. ماشي اوكي تمام. انت كان ايه رايك في لما اشتغلنا مع بعض؟ وكنت مبسوطه ولا لا؟ او يعني ادينا كده ايه خلفيه عن اليوم ده اللي احنا صورنا فيه الاعلان. يعني ايه لا تعليق؟ ايه ده؟ يعني هي الخلفيه عندك لا تعليق؟ كنت فرحانه مثلا. اكيد حاجات كنت فرحانه. بصي لي بقى وانت بتقولي ما الكلام ده ليا. ما انت مش قلت لي اسالها. ما تسيبي انا ما انا هسال معاك برضه. اتفضل. هل هتكلم؟ البرنامج اسمه هنا والاصدقاء. البرنامج بتاعك اتفضل. ما فيها اسمه هنا والاصدقاء. اتفضلي جاوبي بقى حضرتك عشان احنا الاثنين مستنيين الاجابه. اتفضلي. مستنيين الاجابه ليه؟ مستنيين عشان احنا ما وراناش حاجه، قاعدين مستنيين الاجابه. انت قاعده ليه؟ طب وانت ليه بقى ما تقعدش تعمل بايديك عشان دي طريقه سخريه لازم أنا. بس ارجع بس ورا شويه عشان الكادر بتاعك. ايوه ايوه يا رب ما تقعي. لا اقعدي يا رب. ايه يا رب؟ ايه اقعدي كده كده تمام. ماشي يلا اتفضلي اتفضلي جاوب. اجاوب على ايه بقى؟ على السؤال اللي انا سالته. هتزنقني هزنقك بتاع المدرسة. هتجيبي سيرة الزمالك يا يوسف. خلاص. أهلي. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أيوه. أنت جبت اسمها. أنت جبت اسمها. أنت جبت اسمها. قمتي قمتي بتنسي الكادر بتاعك. اقعدي. قلت قلت إيه ده إيه ده إيه ده؟ استني بس. طب اقعدي عشان تطلعي. طب طب أنت 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 قلت ال يا بنت اقعدي عشان الكاميرا بتاعتك. ما شايفة. ما أنت شايفاها بس. عادي يا نرسي. عادي يا نرسي. يا جماعة ده أنا أول ما قعدت بقول لها كلمتين في ودنها. بقول لها كلمتين في ودنها. كلمتين وانا بقول سبعه ولا ثمان كلمات. دول كلمتين. قالت لي فين الكاميرا بتاعتي؟ قلت لها قالت لي روح اقعد مكانك. ليه؟ طب ليه؟ انا بديك نصايح مدرس استاذك المخرج بتاعك بقول لك اقعدي وكلام بقى اسرار الشغل. قلت لي فين كاميرتي؟ فين كاميرتي؟ روح اقعد مكانك. انا ما تتكلمش معايا بالطريقه دي. لا هو دي تاني مره اقولها لك. خلاص خلاص يا جماعه مش هتكلم معايا عشان الثالثه بتبقى حاجات مش كويسه. طب ممكن تجاوبي بقى؟ مبسوطه. ايه كنت مبسوطه وانا بشحت منك الكلام يا بنتي؟ ايه كنت مبسوطه؟ ما تحكي لنا احداث اليوم. بركات. ايه اتفضل. ما تقعدش تكتر. ما تقعدش تكتر في ايه؟ بتقولك ما تقعدش تكتر في الكلام. انا سامعها بس مصدوم. ما انت فاكره انا مش سامع؟ يعني انا مصدوم. يعني يعني اصلا ما تقعدش تتكلم بس عشان تقول كلمه. يلا سخريه القدر. طب انت هتتكلم معايا؟ لا خلاص انا اسكت. لا لا مفيش كلام بقى لحد اخر الحلقه. ماشي اتفضلي. لا انا عايزك تتكلم معايا. لا مش هتكلم ده عشان لو اتكلمت تاني هيعجبك العالم. ما اصل ده احراج يا نورسين. يعني شوف الدنيا اللي بتتكلم.
بتتكلم كده؟ بتتكلم كتير. قصدك لا رغاية؟ لا الحمد لله اهم حاجه لا مش رغاية. انا مش قصدي بحاجه وحشه، انا بقول لك يعني يا توتش. ايه بقى دي؟ ما دي اصل دي الناس هتفهمها حاجات يعني بالراحه بالراحه. ما تتكلمش يعني مثلا بالراحه كده، اتكلم بسرعه شويه. اتكلم بسرعه اكتر من كده؟ اه السلام عليكم. لا 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 الكلام ده ما ينفعش. انت قصدي كده؟ ما ايه الكلام؟ هو انت ليه حاسانه ان انت جاي الكلام ده ما ينفعش معانا؟ على فكره بقول لبابا نورسين صدقت في كل كلمه انت قلتها قبل الحلقه، وبخصوص عايزه كوبايه الميه عشان انا نجمه صدقت والله اعلم على ما اقوله. خلاص سامعك اصبر. ايوه ما انا عارف، ما اكيد طبعا لازم ابقى سامع. مين بقى اللي هيتكلم عشان انا تعبت؟ انت هتتكلم معايا. اتكلم انت يلا. ايه بقى اتكلم؟ طب اتكلم معايا شويه. انت مضحكنا. اتكلم. مش هضحكوا. لا اتفضلي. انت ما تتريقش، اتكلم معايا شويه. احنا بنتكلم بجد دلوقتي يا نورسين. طب انا بتكلم بجد. نعم؟ بتكلم بجد. نعم مش بقول لك نعم انت، مش بقول لك نعم انت. تمام؟ ان شاء الله بقى. ايوه هما بيطمنوا على القعده. يعني بيقول لك اقعدي كويس عشان ايه ما تنزليش كده او كده. المهم انت كده مرتاحه؟ اه. هي مرتاحه يا جماعه كده اتعاملوا على كده بقى، انا ماليش دعوه. هي مبسوطه كده. بدافع عنك اهو. يلا بقى نقول الكلام اللي مش مهم، ايه الكلام المهم. قولي لي بقى كان احساسك ايه؟ سمعت والله اعلم ان في كان في واحد جايب هدايا ودباديب. على حساب مش بقول كده عشان مين. مش بقول كده عشان اخد منكم قز عشان هو ما ياخدش منكم فلوس الهدايا دي. لا انا كنت عارفه مين اصلا. تمام هو اول حرف من اسمه با كا كو يا بركات. فاهم اهو انا بشاور عليكم. لا انا مش بعايركم استغفر الله العظيم ولا بقول لكم، وانا بقول كده عشان تطبقوا فلوس في ايدي وتديها لي. لا 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 صح ولا لا؟ بفكركم بس في الايام الحلوه. ماشي على فكره انت عمال تنفذني وانا عماله اقول لك وانت مش عايز تسكن عشان انت منرفزني. طب انا اعمل ايه عشان اقلل من النرفزه؟ اسكت خالص. هي صاحبه البرنامج هي اللي هتتكلم. اتفضلي اتكلمي يا عم. انا هو اتكلم. اتكلم معاها يا رب. لا انا احنا بقى نقعد. لا. انت مش عايزاني اتكلم وانت تقول لها اتكلم معاها يا جدعان. انت معصبني. طب انا يا نورسين ما تتعصبيش. اقول لك ايه بفكرك بايام جميله وايام كنت جايب لكم هدايا ودباديب وحاجات حلوة وكنت قمر وكنت مسلب لماجي وكنت جميل. ثانية ايه؟ في الأيام أول مرة شفتك فيها كنت مش كنت قمر؟ كنت قمر. ماشي عايزة أقول لك حاجة. قولي. ده كان في شارة. أنت مكسوفة تقولي كان في شارة. كان في شارة. طيب ماشي برضو قمر كان شعري ملولو. لا 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 ملولو ما كانش حلو. كان شعرك عامل كده. طيب ملولو. لا ما كانش حلو وهو ملولو كتير. ايوه ده ليه يا جماعه؟ ده انا خلاص فاضل لي شهر وربنا يمتعني بالسلامه ولولو. ايه يا جدعان؟ لا اللولو ده شكلك كده حلو والله العظيم. اللولو الكيرلي احسن من الليس اصلا. هو اعمله بقى كيرلي. لا ما انت مش كيرلي قوي يعني. طيب انا انت فاهمه انجليزي بتاع البنات. استني يا نورسين عشان في حاجه عايز اعرفها. صح بتاع البنات. دلوقتي انا كنت قاعد في قاعده. ماشي. هي كلمة انجليزي عايز افهم معناها. والله اكبر يعني. واحدة بتقول ايه؟ سيس كوز كوز مي دي ولا مش عارفة اسمها ايه؟ اكسكيوز مي. ايوه هي دي. اكسكيوز مي. تمام؟ وبعدها قالت ثانية واحدة، طب ما تقولي ثانية واحدة، أنت ليه ما تقولي ثانية واحدة؟ ليه تقولي كلمة صعبة وتخليه واد قمر زي حالاتي على وش الجواز يقعد يترجم في الكلمة ساعة، ما تقولي إيه؟ ثانية واحدة، صح؟ طب ما ثانية واحدة ماشي ماشي. حلو. هي أنت اتجوزت يعني شوف قابلت واحدة من أمريكا. ما انا لما اروح امريكا هاخد المترجم بتاعي معايا. لا ما انت تنزل برنامج بيترجم وخلاص. قالت الكلمه الصعبه اللي في الاول دي وبعد كده قالت ثانيه واحده. ماشي اوكي. تمام؟ اوكي. وقالت هخش ال طب اسمعني بس انت إيه؟ مش فاهم لسه يعني ايه؟ الايه؟ انت مش فاهم كلمه ليز يعني ايه؟ ليز ليس ليس يعني ايه بقى؟ مش فاهم بقى يعني ايه؟ لا انا تعلم جامد قوي. خلاص ليز. خلاص يا نرسين خلاص يا نرسين. معروفه ليز يعني ايه يعني ليس؟ هي اسمها ليس. ماشي يعني ايه ليس؟ ليس يعني شعر ناعم مش كيرلي. مفروض مش كيرلي. شكلك ما اتعلمتش الانجلش. طيب كمل لنا بقيه الحكايه دي. لا ما خلاص بقى انا بتهان. لا اتكلم ده. لا والله خلاص. والله اتكلم. بس خليه ما يتكلمش خالص. انا عارفه انت كنت عايز تقول ايه؟ قالت 1 minute اروح التواليت.
ايوه ايوه هي بقى الكلمه دي ايه بقى معناها؟ الحمام. طب ما تقوليها كده بالانجليزي مره واحده. تويلت. لا قولي بقى اللي هي ايه اللي انا قلتها في الاول دي الصعبه. اكسكيوز مي. ايوه. 1 مينيت او جو تو ذا تويلت. الله انت فهمتي حاجه؟ اه. فهمتي ايه؟ فهمت ان هي اسمها حمام. حلو قوي حلو قوي. طب احنا نعمل حركه حلوه عشان كل الناس اللي بتتفرج علينا. هنا هتقولي الكلمه انت هتقوليها تاني وانتوا هتسمعوها منها تمام وتروحوا ايه قايلينها اللي هيقولها صح خلي بالكوا عشان انا كبير وعاقل وعلى وش جواز مش عارف اقولها كويس اللي هيقولها صح يروح باعتها لنا واحنا هنذاعها ان شاء الله في حلقه من الحلقات اللي جايه ايه رايك في المبادره الحلوه دي انت وهي حلو يعني اي طفل هيقول الكلمه دي صح يعني فويس مثلا لا انت قوليها دلوقتي الجمله كامله عشان احنا في كل حلقه هنعلم الاطفال جمله انجليزيه يستفيد بها في حياته ما مش هيتفرج على برنامج ويشوف النجم العالم بركات كويلة والعيال عماله تقول له اسكت وبتاع وما يستفيدوش ما انتوا لازم تستفادوا يا جدعان انا مش محروق دم انا مش محروق طيب ماشي اوكي اتفضل اكسكيوز مي وان لا بصي للكاميرا وقوليها عشان الناس تسمع وتشوف حاضر بصي الكاميرا عشان تريحيه عشان يسكت حاضر ارجوكي اكسكيوز مي وان مينيت اي ويل جو تو ذا تويلت لا قوليها تاني واحده واحده Excuse me one minute I'll go to the toilet. انت سمعتي بالظبط ولا تعيد تاني؟ سمعت. امال انا نسيت لا مش عارف ليه سمعتها. Excuse me one minute I'll go to the toilet. هي بقى في كلمة ده تولي. ايه؟ I'll go it. Excuse me one minute I will go to the toilet. هي دي بقى بتاعت الول جلودي. حلو قوي. طيب يا جماعة إن شاء الله اللي يعرف يقول الكلمة انتوا بس اتكلموا بدالي ايه الكلمة انا مش عارف ايه ايوه انتوا مظبطين مع بعض اه برضه تاني طيب اللي يعرف إن شاء الله يقول الكلمة الصعبة الخطيرة قوي دي من كل الأطفال لا هي مش خطيرة على فكرة بس صعبة قوي كلمة صعبة قوي ده انا يعني انا حتى مش صعبة اقولها خلاص اهو ما انا قلت كده يا جماعه هيقولها كده هيقولها اكسكيوز مي وان مينيت اي جو تو ذا تويلت ايه يعني لا ما احنا لازم نسمع يعني صعب يقولها على طول بسرعه حلو قوي احنا اللي هيعمل الفيديو انا بالنسبه لي سهله حلو قوي اللي هيعمل الفيديو سواء ولد او بنت عشان الفيديو بتاعه يتذاع ان شاء الله لو هو مش ضيف معانا نذاع الفيديو يروح قايل مثلا انا اسمي اي حاجه عندي سنة يعني 7 6 2 3 4 1 حول ايا ما يكون يروح يقول الجمله ويقول هذا الفيديو لبرنامج هنا والاصدقاء معكم اخوكم من الفيوم واهلا بكم. ما انتوا مش كلهم بقى لا ما هم بقى انت قلتيها طب تقوليها تاني عشان ما لا مش يعني مش قصدي الكلام في الاخر اللي هو اي اللي هي انا لا مش قصدي في الاخر خالص انت قلت كلمتين كده لا اللي هو انا سني كذا يعني سنك كم يا حبيبي سني مش قصدي الكلمه اللي انت قلتها زي ال ماشي ما هو انت بقى هم هيقولوها منك انت انت مش فاهمني انا مش بفهمش اصلا ما تيجي على دي قولي طب فهميني واحده واحده انت في كل كلمه قلتها في الاخر يعني ما شاوري عليها بس قولي الحته دي طب اقولها كده لا قولها تاني قول كل حاجه انت قلتها قول كل حاجه اللي حلو. انت قلتها هنروح جايبين الفيديو ايا كان والله مكسوف طب قولها من فضلك مكسوف اصل حاسس ان بقى في متابعين بقى في القعده مش قصدي قول كل اللي انت قلته من الاول عشان اقول لك انهي كلمه انهي حاجه يا خرب مكسوف يلا بقى من فضلك والله مكسوف مش هتريق عليك مش ولا هعمل اي حاجه بسم الله الرحمن الرحيم اما عملت المكرونه ما لهاش دعوه مكرونه بكل بساطه هقول انا اسمي اسم الله عليا عبد الله خالد كريستيانو ايا ما يكون ماشي اسمي ماشي اهو عندي اي حاجه بقى اشوف ربنا كرمك بكام سنه واقول ماشي اهي سهله ايه اوكي قولي بقى عشان هتقول بقى الجمله دي قولي اكسكيوز مي 1 مينيت اي ويل جو تو ذا تويلت وعطسه يعني ازاي بقى ما اعرف انت الصار لا هي من غير يعني انت قولها واحدة في نفس الكلام طب قوليها تاني قوليها تاني اكسكيوز مي 1 مينيت اي جو تو التويلت بس هتروح قايل الكلمه دي وهتقول هذا لبرنامج هنا والاصدقاء لا انت قلت هنا والاصدقاء دي بطريقه مختلفه مختلفه اه مختلفه هذا الفيديو لبرنامج هنا والاصدقاء ايوه برنامج نجم الله اكبر عليا الله اكبر يعني ما تقولهاش بالطريقه
ماشي طيب عشان هم الطريقه دي اوفر قوي. لا أوفر. لا لا, لا. هم هيفتكروا ان احنا صرفنا ملايين عشان نوصل للمستوى ده يا حاج. هيفتكروا ان انت عايزهم يقولوا بالخليجي. اه ماشي طيب من الاول هتقول يا ابني تروح جايب الفيديو انت او انت وتروح قايل هوبا رسمي كذا فلان فلان ده بقى اللي هو ايه هنا نورسين اي اسم بقى انت 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 اسمك ايه ما تقول اسمك انا هقول لك انت انت هتقول اسمك وهتروح قايل اكسكيوز مي 1 مينيت بص للكاميرا وقوليها قوليها تاني اكسكيوز مي 1 مينيت اور جو تو ذا تويلت. حلو قوي والله العظيم يا ابني اللي يعرف يقولها يعني بص مهما كان سنك ايه بقى كبير صغير روح ربنا يبارك لك لو عرفت 90% من البشر هيقول ونورسين احنا خلينا عادتها كتير صح عشان الناس تحفظ وتتعلم تمام وبعد كده تروح قايل ايه الفيديو ده اهو اهو اللي انتوا الفيديو ده لبرنامج ما تعملش كده عشان خبطت ايدي في الساعه الفيديو ده ايوه لبرنامج هنا والاصدقاء انتوا ليه مسستمين الصوت مع بعض انا بحس ان انتوا الاثنين صوت واحد بيجي في ودني ايش مش خير العقاب شر تمام دي مسابقه هاي طبعا اصحاب نورسين بصي انت بصي لكاميرتك وقولي لكل اصحابك يا ريت يا جماعه تقولوا الجمله دي واعملوها فيديو كويس عشان احنا عايزين نتعلم انجليزي على قد ما نقدر الفتره اللي جايه عشان ده هينفعنا في حياتنا وكمان لو احنا مسافرين شرم الشيخ او رايحين مثلا اسماعيليه يبقى عندنا لغات صح كده؟ صح هي اسماعيليه دي اسماعيليه دي بلد لا انت قلت كلمه بعدها اسمع اسماعيليه مش اسماعيليه اسماعيليه لا اسماعيليه مش اسمها عليا انا حاسس ان جاي انا حاسس انتوا بتعلموني مش انا اللي المفروض بعلمكم طيب قولي بقى لاصحابك كده ليه ايه ليه يعني ايه في ايه لا بص الكاميرتك قولي لاصحابك بقى يلا يلا عشان صباح طب ما تقول ما تقول هي انت يعني عايزه تقول ايه قولي لكل اصحابك انت مش ليك اصحاب اه بصي بقى لكاميرتك قولي لكل اصحابي وزمايلي اللي انت بقى عارفاهم اعملوا لنا فيديو تقولوا فيه الجمله اللي قالتها هنا اللي هي اللي بالانجليزي اللي هي ما هي دي اول واحده اصلا هي بقى دي ويبعتوها لنا فيديو اتفضل واحده ثانيه اسمها جوليا ورحيب كمان ايوه ما وتقى الله 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 وميشو الله ميشو كمان والناس كلها وجوليا ولا لسه احنا قايلين جوليا قلت جوليا قلنا جوليا ورحيق وتقى وميشو واحمد مين احمد الصغنون ماشي والناس كلها واصحابك واصحابك واصحابها واصحابي واحلى تحيه لكل الناس اللي قاعده في الفرحه دي وبتاع صح كده ولا ومامتك حتى مامتي كل الناس اللي بتتفرج عليها تقول ماما المكرونه يا ماما عشان احنا على الهوا ايوه اعمليها دي يا ماما انت في القلب ده وفي القلب ده برضه في القلب اللي هنا برضه ممكن تقولي لها يا ماما ماما بركات تعملوا لي البكره اللي بشيل اللي عايزه اعمل لهم اسبوع دي لا ليه؟ يا يا دانتا من فضلك اعملي لبركات كويلة المكرونه البشاميل اللي هو بيحبها اه والله المفضله عندي وزوزي وزوزي عليها الصوص المنجليز ده زودي عليها صوص ال اسمه ايه باربيكيو الله او البشاميل هو ده صوص البشاميل هو ايه الباربيكيو ده؟ الباربيكيو ده الباربيكيو ده عامل زي الكاتشب بس هو يعني طعمه مختلف ليه طعم جريل مثلا كده بس يعني هو في الاخر ده كلمتين باربيكيو كل ده كاتشب في الاخر لا مش كاتشب هو عامل زي الكاتشب هو صوص بس اسمه باربيكيو وطعمه غير الكاتشب حلو ده ها هو فيه يعني مدي طعم جريل شويه ده غالي ده؟ لا انتوا ليه مطقمين مع بعض في الكلام بتلخبطوني والله احنا اللي بنقول مع بعض يعني تيجي كده من عند ربنا والله مش احنا اللي مطقمين مش غاليه ياما مش غاليه يا طيبه اسمه ايه باربيكيو برضه انتوا الاثنين اهي اللي قالوها دي مش غالي انت باربيكيو هتروحي مثلا لعم ابو ابراهيم او ابو باي حد يقول هات ايه باربيكيو السوبر ماركت باربيكيو انا باربيكيو بس طبعا لو قال لك ايه اللي بتقوليه ده يا مدام تمام قول له هات اي حاجه نحطها على المكرونه وخلاص قولي له قولي له هتلاقي كده عليها رسمه جريل كده جريل هي عليها رسمه جريل بس هي مش جريل ولونها كده زي احمر غامق واسمها باربيكيو ممكن تقولها بالعربي باربيكيو خلاص ما هي انا بقول باربيكيو ماشي ايه بالانجلش زي العربي بس الانجلش بس كده المدرسه بتاعتنا نسيت اقول لكم كمان مدرسه ولا انت كمان مدرسه اه طيب تعالوا بقى نتكلم جد
ماشي. احنا طبعا اتكلمنا وهزرنا وجبنا سيره الاهلي والزمالك وضحكنا وناس زي الفل. وبعدين اضحك ساعه كمان الاهلي تاني عشان انا زملكاوي. طب ايه ايه انت عشان انت زملكاوي دي الكلمه انت محسنه عشان انت زملكاوي كده كانك بتقولي حاجه صعبه. لا حضرتك انت زملكاوي احنا اهلاويه. طب ايه المشكله؟ هو الزملكاوي ده الزملكاوي ده مش بني ادم؟ طب بص هقول لك حاجه، احنا هنعدي النقطه دي عشان اعصابي ودموعي بتسيل. مش بني ادم ده روبوت. لا ازاي؟ بصي هقول لك الحاجه زمان. لا 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 اقعدي اعدلي قعدتك يا نورسين. بصي والله العظيم والله العظيم الكلام ده من كل قلبي. بصي بصي يا نورسين، الزملكاويه والاهلاويه احنا كلنا كل حاجه كلنا زي بعض، كلهم فريق واحد، بس ده اسم وده اسم وده لون وده لون. انا وفاضل شويه تقول لي ده بيكسب وده بيخسر وده بياخد بطولات وده لا، فانا نعدي النقطه دي نتكلم فيها. وده اسم وده اسم وده اسم وده اسم. طيب هسألك سؤال وهسألك سؤال. ماشي اوكي ان شاء الله يعني باذن الله. اسأل صاحبة البرنامج الاول. ده ايه الذوق ده؟ لا نسأل الضيفة الاول. لا صاحبة لا ثانك يو. نعمل ان طب نلعب كلوباميا سريعا كان حدد. لا اشوف ورا مصر. يلا كيلو بامية. طب يلا يلا كيلو بامية. طب ايه يا جدعان؟ اخر واحدة كيلو بامية. يبقى انت اللي هنسألك الاول. هنا ايش ونرجع ونقول هنا والاصدقاء. حلو قوي هنا، انت عندك 8 سنين. حلو كده الكلام. نعم. انت بتقول ليه بترد مكانها ليه؟ بتلخبطيني. طيب ايه اكتر حاجه نفسك فيها الفتره دي في التوقيت ده في حياتك يعني يعني الايام دي ان شاء الله؟ بس قولي ان شاء الله الاول. ان شاء الله نفسي بص لكاميرتك كده. ماشي حاضر. نفسي ان انا يعني بص لكاميرتك. وانا كاميرتك بص لكاميرتك. المدرسه قربت فانا نفسي ان انا يعني اخد الاكسين. لا هتكلميني انجليزي هكلمك انجليزي. الفاينل سكور الفاينل سكور الجدول كله انجلش عربي ماس كله انجلش عربي ماس. حلو انجلش عربي ماس فرنساوي وعربي وساب. يعني هي بتقفل الجدول بقى كل حاجه كل حاجه كل مواد عايزه اجيب فيها اكسليب. الله يعني يا رب يجي لك يعني تجيب الاكسليب ده اللي انت يعني اكسليب تنجح تنجح يا رب تنجح يا هنا. قولوا كل الناس اللي بتفرج يا رب تنجح يا هنا يا رب، وزعقوا كده عشان الدعوه تطلع بسرعه يا رب كده. لا خلاص ما طيب. وانت يا نورسين ايه اكتر حاجه نفسك فيها الفتره دي؟ بس المدرسه ترجع تاني. Yeah. المدرسه قربت. ده ايه الناس اللي بتحب المدرسه؟ المدرسه قربت بصراحه يعني بس صحابي قوي. يعني هو ده كل طموحك في الحياه؟ عندنا اونلاين بكره اصلا ف يعني أصلاً تخيلوا معايا تخيلوا معايا لو بسال واحد عادي نفسك في ايه الفتره دي؟ انا متشوقه عشان الاونلاين. بص بقى بص هقول لك ايه، اولا اول حاجه خالص يقول لك عايز اتجوز واحده تكون مثلا ايه شعرها بنفسجي ولون عينيها برتقالي. لا لا يعني لا هو عايز واحده مش موجوده على الكوكب. اصل دي حاجه تقهر. ده انتوا غلابه. طب هقول لك حاجه، انتوا ده انتوا غلابه ده انتوا طيبين. ده انتوا عايزين ترجعوا المدرسه باقصى طموحهم يرجعوا المدرسه. طب هقول لك حاجه ده طيبين. هقول لك حاجه، طب ما تخليها تحط لينزز وتزبغ شعرها احسن. بس وتتجوز تشوفها تتخض تطلقها والمأذون يشتغل. والمأذون يشتغل يعني شوفوا احلام الطفوله يا جدعان. لا استني بقى هقول كلام مهم. الله اكبر الوحي نزل. هقول كلام مهم هقول كلام مهم هقول كلام مهم هقول كلام. تعالوا نطلع فصل ونرجع تاني. كل ده كلام ما انا حسيت ان انا قلت كلام. هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل السريع. هنقول بقى انا قلت هقول كلام مهم. اتفضل. طبعا انا ما قلتش كلام مهم. اتفضل. ماشي انت قلت هنرجع فصل ونرجع لكم بس. بس هقول بقى كلام مهم. اتفضل قول اي كلام مهم. اي لا اولا انا عايز اقول هنا نورسين وكان في قبلهم رحيق وشفت كل الاطفال الحلوين اللي شغالين معانا. جوليا. ما جوليا وملك وميشو وملك وايهاب ومريم وكريستيانو ورحيق ورحيق ما انا قايل رحيق واحمد الأول. بقى ما تلخبطنيش بقى وأحمد. والعافيه واحمد اصلا قلت رحيق في الاول واحمد قلتش الحلقه ليها اعاده. والله قلت رحيق. ماشي اوكي والله العظيم قلت انا مش خلاص بس والله العظيم من فضلكم ما فضلكم ما حدش يجيب الحلفين في بس خلاص. طيب المهم اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه خلوا بالكم من ولادكم
والله والله انا مش هحلف بس اقسم بالله. بصوا جوه عيالكم هتلاقي، انت طبعا قلت مفيش حلف، احنا مش هنحلف تاني. بصوا جوه عيالكم هتلاقوا جواهم حاجات كتير قوي 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 تقدروا تستفيدوا منها، تقدروا تخليهم في كيان تاني في عالم تاني. هو السن ده اللي يا دوبك يا دوبك الطفل لو عنده حته مهاره صغنونه يا دوبك يلحق ينميها في عصر السرعه، في عصر السرعه اللي ما بيعرفش بيفهم في السباحه خلوه يتدرب كويس، حسوا ان هو ليه كيان بيعرف يطبخ. خلاص التمرين يلا روح العب مع اصحابك، اسالوه التمرين كان كويس، انت كويس مبسوط، طب نفسك في ايه، نفسك تاخد بطوله، طب اساعدك ازاي، هات له بتاع جديد، هات له مش عارف إيه. يعني ولادكو هم دول السند اكتر. لا ما هو التمارين وهم السند، خلوهم كويسين عشان انتوا اللي هتكبروا وهم اللي هيتحركوا وهيروحوا وييجوا، لازم يبقوا السند، لازم يبقوا العكاز. طب هو ازاي هيبقى العكاز وانتوا اصلا في الوقت ده مش مهتمين بيه، مش شايفينه، مش شايفين مشاكله، مش شايفين بيحب ايه، بيكره ايه. الاطفال دول اقصى طموحهم لا اله الا الله، لا اله الا اقصى طموحهم عايزين يرجعوا المدرسه. يعني شوف اقصى طموحه ايه، فاكيد برضو اقصى مشكله عنده او اتفه مشكله عنده هي في حياته مشكله كبيره جدا. خلي بالكم من مشاكل عيالكم، خلي بالكم من نفسها كويس جدا. مفيش طفل ما عندهوش موهبه. وعايز اقول حاجه بقى مهمه لكل الناس وكل الاعلام وكل الناس المهمين في البلد، احنا فين الاطفال اللي في حياه مصر، وانا اسف اللي انا بقول الكلام ده، انا اخوك الصغير وبتعلم منكم، فين الاطفال اللي في مصر القدوه؟ صح سؤال سهل. انا عايز طفل قولوا لي مثلا ده 12 سنه قدوه في ايه بقى، قدوه انا عايز بس كده، ده 12 سنه وعمل كذا، ده مخترع، ده عالم، ده قالوا لي طمنوني، طمنوني على مستقبلي، انا عايز اتجوز، انا عايز اتجوز بس. انا عايز اسالك سؤال بس، انت كنت بتشاور عليا بايدك ليه؟ طب هقول لك حاجه، انا متجمع يعني. هقول لك حاجه، بص 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 لي ازاي، بص يعني انا حاسس ان انت ماشي اوكي اوكي. انا مش قصدي حاجه، انا ببص لك كده عشان متنرفزه منك. لا والله العظيم هحيلك لما نخلص باذن الله. مش انا جبت لها ازازه ميه؟ ايه النظره دي؟ عملت حسابك وجبت لك ازازه ميه بره في الشنطه؟ جايب فعلا، جايب والله. شوف وانا رايح اشتري حاجه قلت لا، بصي هتيجي عطشانه هتلاقي يا ابني ازازه. ايه عطشانه؟ ايه عطشانه دي؟ ده انا جايب لك دبدوب، انا مش بعاين ولا بقول لك هاتي ثمنه. طيب انا بس بفكرك بس كده. طب انت لو كأب هتعمل ايه مع ابنك؟ انا كأب هو اولا احساس يخوف، ان انا ابقى اب واحساسي خالص. ماشي اقول لك حاجه، بس اول حاجه المفروض تعملها لما يكون عنده 6 7 8 تساله في المواهب بتاعته ويخليه. هساله بيرسم، بيحب الرسم، خليه يقعد يرسم. هساله ان شاء الله، اقول ان شاء الله هساله، ولازم يبقى صاحبي. بحب الرسم واصلا مش بعرف ارسم. طيب احنا عشان هنختم تقولي ايه لاصحابك بسرعه عشان هنختم المدرسين. بصي لكاميرتك بقى وشوفي تقولي ايه لاصحابك. ليه؟ هنختم خلاص الحلقه خلصت. مش ما هو بمزاجنا يا بنتي. مش بمزاجنا، الحلقه خلصت. بص لكاميرتك وقولي اخر حاجه بقى تقولها لاصحابك. ليه ايه؟ مش بمزاجي، المخرج جاب بيقول لي يا ابني خلصنا. اقفل الحلقه، احنا ما عندناش حاجه نقولها النهارده. اقفل يا استاذ، ما عندناش حاجه نقول. باي باي. باي باي. مع السلامه. هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء.